من عمان سيد سركيس تشبري المحلل الأسواق العالمية في إيكويت جروب. سيد سركيس أهلا بك. لنبدأ بالأسواق التي كانت تلقت يعني بعض الأنباء المتضاربة فيما يخص العلاقة التجارية والاتفاق بمرحلته الأولى ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بالوقت رأينا المستشار التجاري نافارو لترامب يقول بأنه تم إنهاء هذا الاتفاق. جاء ترامب لينسف هذه التصريحات ويقول بأنها مستمرة. اليوم هذا التصحيح الذي حصل من المستشار وهذا البيان، كيف يمكن أن تقرأه الأسواق برأيك؟ التذبذب الحاد الذي حصل في الأسواق يوم أمس هو أكبر إثبات بأن المتداولين وعموم الأسواق المالية حاليا تتأثر بشدة من أي متغيرات ومستجدات في العلاقة السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين. فشهدنا تخلص من الأصول مرتفعة العائد بشكل سريع، ثم عاد المتداولون لطلب الأصول مرتفعة العائد وعادت للارتفاع، وكأن شيئا لم يحصل بعدما نفى الرئيس الأمريكي توقف الاتفاق التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين مؤكدا استمراره. لكن بدأ المتداولون هنا يراقبون أكثر ماذا يحصل في العلاقات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين. وخلال هذه السنة شهدنا زيادة في التوترات السياسية التي سببها انتشار فيروس كورونا والاتهامات الأمريكية للصين عن سبب انتشار الفيروس وأن الصين تأخرت في اتخاذ الإجراءات لاحتواء الفيروس. هذا كله يدلني بأن أي تغيرات في الموقف الأمريكي الصيني ربما سيكون مؤثر وبشدة على الأسواق المالية. لكن من منحنى آخر، لا الولايات المتحدة ولا الصين أيضا حاليا قادرتان على أن يدخلا في صراع سياسي على المدى القصير على الأقل. فالاقتصاد العالمي الآن في أسوأ ظروف له منذ الحرب العالمية الثانية، وأيضا الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يدخل في ركود تقني خلال الربع الثاني من هذه السنة بعد انكماشه بنسبة 5% خلال الربع الأول، والاقتصاد الصيني أيضا شهد انكماش قوي خلال الربع الأول. وحتى مع بعض التعافي في الصين إلا أن الاقتصاد الصيني ما يزال ضعيف، ولا يستطيع أي من الجهتين الآن تلقي أي ضربة لها علاقة في التجارة ربما تسيء وضع أكثر. لكن في نفس الوقت المتداولون الآن أكثر تأثرا وأكثر حساسية من أي توترات سياسية ربما تحصل بين الولايات المتحدة والصين. وأفضل إثبات كان يوم أمس التحرك الكبير في الأسواق المالية واستجابته لما حصل من التضارب في تلك التصريحات. نعم سركيس، دعنا ننتقل إلى أسواق السلع وتحديدا نتكلم عن النفط. نوع من الحركة التصحيحية ربما نشهدها اليوم على الخامات، بعض التراجعات ولكنها متمسكة يعني بمستويات 42 دولار وحتى 40 دولار بالنسبة للخام الأمريكي. هل هذه المكاسب ستعود ولا هذه الحركة التصحيحية من الممكن أن تستمر مع المخاوف من موجة ثانية؟ نعم، تأثرت أسعار النفط بالفعل بمخاوف حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، لكن ذلك أوقف موجات الارتفاع القوية التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، حيث أننا لم نشهد تغير جذري في الاتجاهات. وحاليا نحن ننظر إلى مدى انخفاض الطلب العالمي على النفط مقارنة في مستويات ما قبل الجائحة، وحاليا تشير آخر القراءات إلى أن انخفاض الطلب العالمي عن ما كانت عليه قبل الجائحة يقدر بحوالي 10 مليون برميل يوميا. لكن الانخفاض بمقدار 10 مليون برميل يوميا أفضل كثيرا من الانخفاض الذي حصل خلال شهر 3 أو شهر 4 الماضيين، حيث وصل إلى 30 مليون برميل يوميا. وبالتالي أسعار النفط حاليا ربما توقفت عن الارتفاع بالفعل بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، لكن تخفيضات منظمة أوبك والتوجه نحو التزامات أكبر من الدول الأعضاء أمور قد تخفف من أي تأثيرات سلبية من مخاوف انتشار فيروس كورونا. وبذلك دخلت أسعار النفط ما نسميه في اتجاهات جانبية محدودة متذبذبة. لا أعتقد بأننا سنرى انخفاضات كبيرة في أسعار النفط، لكن ربما سوف نشهد بعض التذبذب في حين ربما نشهد بضع دولارات أخرى في الارتفاع ضمن الاتجاه الصاعد مع إعادة فتح الاقتصاديات حول العالم والتي ربما ستزيد من طلب النفط الخام. نعم، عم نتابع سركيس يمكن بيانات القطاع الصناعي بمنطقة اليورو بانتظار أيضا ما سيصدر بين بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة. اليوم برأيك هذه البيانات إلى أي مدى ممكن نشوف أثرها على يعني الذهب كملاذ آمن، وخصوصا أنه عم نشوف عليه يعني عند أعلى مستوياته تقريبا من 7 أسابيع حتى الآن؟
صحيح. الآن بالنسبة للبيانات الاقتصادية المنتظرة والتي صدرت من أوروبا وننتظر صدورها أيضا من بريطانيا والخاصة في قطاعات التصنيع والخدمات بحسب مؤشرات مدراء المشتريات، تعتبر من البيانات المهمة جدا، حيث أن هذه البيانات تعتبر من البيانات المتقدمة وتصدر في ثالث أسبوع من كل شهر، فهي من أول البيانات التي تصدر مع انتظار المتداولين والاقتصاديين لأي مستجدات حول وضع الاقتصاديات العظمى في منطقة اليورو وبريطانيا وحتى أيضا في الولايات المتحدة، ونحن في انتظار نفس نوعية البيانات هذا اليوم لاحقا. فأسعار الذهب تأثرت نوعا ما بشكل متذبذب عندما صدرت بيانات أوروبا لتشير إلى نمو قطاع التصنيع والخدمات في فرنسا وتباطؤ ملموس وتباطؤ في الانكماش الذي حصل في ألمانيا، ومن أوروبا شهدنا أيضا انخفاض كبير في وتيرة الانكماش، وهذا كله أوقف نوعا ما الموجة الصاعدة للذهب. لكن إن تحدثنا على أسعار الذهب على وجه الخصوص، فالتأثيرات العامة على أسعار الذهب هي متعددة، وليس فقط الثقة في الأسواق المالية، بل إن توجه المتداولين حاليا إلى أسواق العائد المرتفع تتطلب أيضا زيادة حيازة ممتلكات الذهب، لأن الثقة في الأسواق المالية لم تعد إلى الثقة المطلقة وما زالت هنالك مخاوف، وبالتالي عندما يتوجه المتداولون لأسواق العائد المرتفع مثل الأسهم وغيرها من أدوات العائد المرتفع يتوجهون أيضا إلى الذهب لتقليص مخاطر تلك الأسواق. فنلاحظ بأن الطلب على الذهب من قبل المحافظ الاستثمارية ربما سيتزايد مع أي موجة ارتفاع في أسواق الأسهم وأسواق العائد المرتفع، فالاتجاهات الصاعدة ربما سوف تستمر، والبيانات الاقتصادية التي ترفع الثقة في الأسواق المالية ربما سيبقى تأثيرها محدود نسبيا على أسعار الذهب، وربما يتسبب في قليل من التصحيحات الهابطة، لكن كتوجهات إجمالية ما تزال بالاتجاه الصاعد حاليا. سركيس تشوبريان محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.